أنا هذا بابور أنا ودي جري ما عطانك وحوق بيا حركه ما بقولين به هذا ليش يا موجا بعالي يري دتك موجا قد بيا لا ليش تجا مرك عالم كاس كبر جهنا ومالين كله يهول كله وقولا هديك بده كاران قبل كبنادر وحالك يقول السجن ويل لان يرى ولقوم مع أبو عثمان وكيم يدخربها كاسيو دوانتن وربحن عتقد دوتن السجا أو سميري أما سوكر دينا يي برامجو عصوب أو لحريرا هبكا قوينتا وددا إساق أو ددك بري يي سيدا لوگو يو وددا لاميقا إسلامار كانا تحدر كاللوغو موديو جاديدكا ماانتا واهول كالي عثمان هول أدق أيو هالكان كهيا أو إسكيسا أو أساق إسكوح القامي أو إسنجرين عد سيقارة وقوح لسارتين وقبتو een isma markaa ku soo dhawayshay la waxaad ka warantaa hoosha maanta halkan ka hayso waxa uu ku galay qaabkii farsamada aan u soo binay qalabka aan ku soo binay inuu san qalab tayo leh oo san ahaynin waana dareemi kara sababaha uu san tayo u lahaynin oo dadka oo rinjiyada iibiyo ma isan u baranin ama ma iibiyaan rinjiga saxda ah oo jidadka loogu talagalay waana dareemay inuu isbeddel ku imaadaba maalmo kooban gudaheeda وأنا فكر كلام هذا حتى عن ما أعرفه اللي فيه أنا ما أعرفه بورهان وحي له استعماله ما دام وحنا قلب صح أو بهين سمع من هنا أنا جاوب شو بناي ما أنت سيدا وجديد يدو بوره هذي حوارات هاي يو هذي وعي جنتة إيري سكولة يكوي إعلان وكلاته أنا ما أعرفه جاد ليدا هي في رجال أو يشتان ولي وحوا وحوا دلال كده أنكو بده جروايه أنت تبرتي ده أنا كده ده اللي دون إني ما ركتي واحد سكبة دلان خاصة أنا دولة ده أنا قعد صلوا إني أوامر دق دق هي كسو صارتو هذي أي سنة ما استرنا إن شرعي قبض مرست جديد إن ده ك إيه جديد كلا كلا بتباديه ووح آد مهم وإيه وما ركتي بالشدة إلا جوع يكلي تاي جناحي كلا دون الله صوبيو دولة ده أنا دور كده كعيارته قف شعبي جديد ما ركتي واسلا قف هب وطي قف عن هب وذن غاية مركا ضد بدن وغير مسؤولين واركا وانا نفتي ذي يقول على احترام بريدة جديد لي ذي قبان مركا دولة دوحة آذ وعصنا يا شرعكم الجاري إن أصول بس أنت اللي قدر ما استرايو شرعك جيت مرستا نيهو إيري ذا وحوي دوعة ندا أنت بدك صونا وحنا ده كبرن لكن أنا كصومالي أنا هاي دتك استعمال عن ربنا وصومالي إري والبو إنجليز نقرأ صومالي نوا أولا هاي وين إري بحين صح اللي هلو سي أمضى عن ربنا إني وحن من أفعاد ويشتان وأمض صومالي يدوا أمض وضن كلكي ما دمها مركا قديم ليد إني استعمالان بلها وزحمة دي كجرت صدمك يجوا حوارك اللي دونه وكلتوا عفرت نوا وهايا لكن في جزء كوجو بدأ وحواي ماشي الزحمة دي كجرتوا إني في رجارة أو يشتان واي جود هان ردتك بتقب كود أي إلى ديان ردتك جديد ليد هل أبور كان وكوسو كردية عاصمة ده ويل كان دل يرد أه أي كي ميدا دل كدي بدي سا أي واحد سوى نقود درس ده أرضي ذو حكبرة إسكولات كويا له مجال دم قدش جو جار أهان كوا دكتا إسكولات كا كويا له هريرة هلا ميجا والله إني أرتد بعات بدن أو قبلي جوسمي ودلا يا نيك سمي قف فكر دان كان سدا الحمد لله إلى قراصيو مرك والله واقف راح سنة أديات والله يدي بعات هذا أرتد عرورة سيب عرورة أو دلا جوني سو مجوي كران جاري دان واسكس سعدان خفك جوي مرك واسدا مجوي كرو باور كاس عدو مو تاس عدو حول باس عدو يا دبعت أوقم نقول لك مركو هروا عام كم هاد علينا يا بوقا شدة نصب بوقدين دقمدين تليها نبص جدا إسماعيل علي يا وعكلو كم هاد علينا يا ولا الكين قال جاء عثمان محمود آذن أو هاشان قروح دو بدن يفكر كاني سوى اقتراعي أنت مركو لقاه الله يو فكر كان قروح ذا فكر واحد لقوش شيء غايبه فكر كوا عقل يقول لقش قسيه واحد كان مكان عاد كنته سلوب جارو واحد معلوم ولا يقان تفكر كوا إعمال العقل في شيء مجهول إلى شيء معلوم مجو حوا وحنو ما دعيله هنا نكا صدقة إسماعيل ديوس بره أو كش قي وما تقارنا مليح ذا مجال ذا يشروع ذا يوم تقارنا أنتو ضل إسلامية كسوتي ضل كيسة إنه كشقي يوم ما تقارنا إيش كسوح القامة
bulshada waxay faa'iido u leedahay meeshan waxa way waxa cadaan ka hadartan jidka lagu dhigaayo anuu kuma fahansan hadda la sheego waxa way ilmaha erer ka kuwan oo kala iyo ma taqaana maamooyinka markay gudbayaan lagu tala gal baawurta inay ka istaagaan calaamadaha ama boorarka lagu dhijinayo hareeraha wadada laamiga ee dhaxmarta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan suuq weyn ee degmada Kaaraan ayaa waxa ay ka tarjumayaan meelaha ay tahay dadka in ay ka gooyaan iyo sidoo kale meelaha ay tahay in gaadiidka marka ay marayaan in xawaarahooda ay hoos u dhigaan haddaba gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makraan ayaa waxa uu halkan u yimid in uu dhiirigeliyo isla markaana howlmaameedkiisa uu kala qayb qaato wiilkan dhalinyarada ah oo ka yimid qurbaha gudoomiyaha oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay dhiirigelinayaan dhalinyarada iyagu markaasi la timaada hal abuurka cusub isla markaana waxtarka u leh bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay dhalinyarada kale in iyaga dhankooda ay la yimaadaan fikirro ay ku horumarinayaan waddankooda isla markaana ay dib ugu soo laabtaan gudaha dalkooda hooyo maanta waxaa maanta farxad noo ah inaan baahanta kala qayb qaadanayno walaalkeen Ismaaciil oo ah wiil qurbi joog ahay oo dalka 20 sano ka maqnaay dalkana dib ugu soo laabtay deegaankiisana ay tahay degmada Kaaraan inuu maanta wajigii labaad ee degmada ka sameynayo boorar loogu talagalay markii wadada la goynayo iyo iskuulaadka magacyadooda si marka dadka ay ugu noqoto tilmaam waxaan ognahay saxmadda ka jirto halkan aad joogno oo suuqa Kaaraan ah in runaantii baahi badan ay u qabeen marka waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee dalka dibadiisa jiro inay ku dayadaan Ismaaciil oo kale waxaan ognahay wajigii koowaad inuu laamiga wadooyinka laamiga meelaha la gooyayo inuu rajiyeen u sameeyey haddana oo wajigii labaad oo ka dhigtay inuu boorar inta soo daabaco asaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo haddana magaaladii Muqdisho gaar ahaan degmadii Kaaraan oo ku bilaaw waxaan rajaynayaa Ismaaciil in degmooyinka kalena aad geli doonto annagana haddaan aan dhalinyarada gobolka Banaadir waxaan u taaganahay inaan kugu garab istaagno kugu dhiirigelino shaqada quruxda badan ee aad ka qabatay degmada Kaaraan Zakari Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.